مشاهدونا مشاهدي في الجول، اهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج 1 on 1. النهارده معانا ضيف قدر خلال الفتره الاخيره يشعل صراع مراكز الهبوط، قدر انه يفوز على المصري ودي كانت اول هزيمه للكابتن حسام حسن، قدر انه يفوز على سيراميكا. معانا النهارده الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق ايسترن كومباني. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا بيك يا حامد، وانا سعيد ان انا موجود معاك. اهلا بيك وفي موقع في الجول. طبعا في البدايه كابتن، الناس كلها كانت بتتكلم ان نادي ايسترن خلاص هينزل درجه تانية بعد ما النادي في يناير او الدور الاول كان محقق نقطه واحده. بعدين دلوقتي احنا في الدور الثاني، النادي قدر بقى معاه 27 نقطه، قدرت تحقق 26 نقطه. ايه اللي حصل او ايه الايمان اللي كان عندك ان ممكن تعمل طفره للفريق؟ لا، هو طبعا كانت مغامره مني ان انا اقبل الوضع او ان انا اروح ايستر كومباني لما الاداره كلموني عن طريق الوكيل محمد عبد الحميد. قابلت الاداره، كانوا مجتمعين واتكلمت معهم. قابلني طبعا المهندس نصر عزيز رئيس النادي، وجدت فيهم يعني تمسكهم بيا، وخاصه المهندس ناصر، واقتنعوا بيا وان هم يعني شايفين الموضوع صعب انما مش فقدان الامل يعني. وانا اتكلمت معاهم بكل صراحه، قلت لهم خلي بالكم انا يعني هقبل المهمه، بس ده مش يعني مش معناه ان انا معايا العصايه السحريه ان انا هنكسكم على طول. هناخد وقت وهنفضل لغايه النهايه بنصارع الهبوط انما مش هنرمي الفوطه. هو يعني عارف احاء كده جالي ومن عند ربنا، وثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وثقه في شغلي وان احنا نقدر نعمل حاجه. وكان يعني قلت هشوف اللاعبين وشوف الدنيا فيها ايه، وكنت بتفرج على كذا مباراه وقتها. غالبا كنت مرتبط كمان بتدريب النادي القناه، واستاذنت الاداره وناس محترمين جدا، لاني لقيت نفسي برضو انا كنت دايما في الدوري الممتاز مع الداخليه ومع اسوان ومع انبي. فوجئت ان انا تحت في القسم الثاني مش حاسس ان انا طبعا بقالك سنين طويله في الدوري العام، فاكيد مش مكاني. وزعلان ان انا شايف ان انا مش للدرجه دي، ان في انديه في الدوري الممتاز ما تطلبنيش. طب ليه يعني انت ليه يعني اقدمت على الخطوه دي؟ ليه قبلت ان انت تدرب في دوري الدرجه الثانيه؟ انا بحب اشتغل يعني. جربت انا قعده البيت في الفتره اللي هي ما بين الداخليه وبتروجيتا، ان انا برضو كنت مسكت بتروجيتا درجه ثانيه. ما بين الفتره ما بين الداخليه وبتروجيتا كانت فتره طويله، فما كانش ينفع ان انا اقعد. بعد بتروجيتا رحت اسوان دوري ممتاز، وبعدين طبعا كان قرار غريب بتاع اداره اسوان ان ما كملش الدوري، رغم ان انا كنت بقول لهم ان احنا هنبقى في الدوري، انما كان ليهم قرار غريب جدا. وبعد كده بقى لما مشيت من اسوان، جه بتوع القناه بيكلموني، كان في كذا حد، كان قبليها الانتاج الحربي، بس كان الانتاج برضو كان تاكد هبوطه وان انا امسك. فضلت القناه بتوع القناه، فاخترت القناه، فقلت اشتغل افضل من ان انا اقعد في البيت، يبقى انا اسمي موجود وبطور برضو من نفسي يعني. تمام. بالنسبه انت كنت دلوقتي بتتكلم ان في ثقه من الاداره فيك، هل انت في وقت من الاوقات بصراحه، وانا عارف ان انت دايما صريح، شعرت ان مثلا الاداره ما فيش ثقه في مشروعك فاللي هم بيكلموا مدربين تانيين؟ لا، هو وصل لي في وقت معين ان بس مش من الاداره، حد من خارج الاداره بمعاونه واحد حد من الاداره، وده يعني بدون ذكر اسماء، ان فكروا ان هم يعني بيجهزوا بديل لعلاء عبد العال. كان في فتره كده النتائج يعني بس النتائج مش موجوده، انما الاداء كان موجود. تحدثت سريعا مع المهندس نصر عبد العزيز وقتها وقلت له في كذا كذا، قال لي لا ما فيش اي حاجه من دي، واذا حد عمل كده من خارج الاداره احنا واثقين فيك تماما ومتمسكين بيك لغايه نهايه. المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادي. بالظبط كده، واكتر من حد يعني. ف لا اشتغلت يعني، ما تهزتش، لان انا شايف انا بشتغل ازاي. وبعدين انا عملت حاجه جديده، ان انت تروح وتستغنى عن قوام 17 لعيب بالظبط في وسط الموسم وتجيب 20 لاعب، ده شيء نادرا اما يحدث، لان انت هتلحق تجيب انسجام منين وتجيب القدره على التفاهم بسرعه بين اللاعبين وانت في موقف كمان صعب. وبعدين اللعيبه اللي انت جايبهم ايه؟ يعني جايبهم لعيبه ما بتلعبش في انديتها سواء دوري ممتاز. لسه كنت اتكلم معاك، هل بقى كان في ميزانيه كبيره من النادي
ولا كان ايه بالظبط؟ لا لا هو بص يعني برضه عشان تبقى عارف يا حامد، في البدايه الاداره قالت لا هنوفر لك يعني حاجات كبيره بحيث ان احنا نرجع بسرعه، انما جه في الوقت المحدد ما كانش، لان برضه هم شركه قطاع عام، فكان المبلغ المرصود مش هو يعني زي ما تخيلنا يعني. فبدأنا نشتغل على أقل القليل، فبدأت الحمد لله عندي خبرات في الحتة دي، اختيار لاعبين ما بيلعبوش في أندية في دار القسم الثاني زي ثلاثي القناة. ثلاثي القناة بالضبط كنت أسألك، وليه يعني بالذات الثلاثة دول جبتهم من القناة وما جبتش أي تاني لعبة تانية من الدرجة التانية؟ لأن أنا كنت ماسك في القناة فعارف إمكانياتهم، وأنا كنت مختارهم لنادي القناة. انت اللي كنت اصلا جايبهم من نادي القناه؟ كنت جايبهم من نادي القناه. يمكن على الاخص محمد صالح واحمد عبد الموجود جوده، حمزاوي احمد حمزاوي اللي هو احمد حمزه انا رحت لقيته هناك فمعجب بيه اداؤه، فمن ضمن اللي هو انا اخترتهم من ضمن الثلاثه، وكان في تفاهم كبير جدا بينه وبين اداره نادي القناه، ويمكن جم بمبالغ زهيده جدا. وجبت على سبيل المثال مثلا ولد زي عماد ميهوب ناشئين بيراميدز، ما شاركش في دوري ممتاز خالص، بس شفته في مباراه في كاس الرابطه عجبت بيه. جبنا احمد امين اوفا من سيراميكا رغم انه ما شاركش خالص يعني ولا مع سيراميكا، حتى بعد ما شارك دلوقتي الناس كلها بتتكلم عليه يرجع سيراميكا، لا ده رايح اهلي ده رايح زمالك بالزبط. بدا في كلام كتير مع حسام حسن من بتروجيت، يمكن برضه حسام برضه من اللاعبين اللي هم اعتقد لا حسام كان في سيراميكا برضو حسام كان في سيراميكا برضو دوري ممتاز بس ما كانش بيشارك. فدول اللي انا جبتهم مع تواجد بعض اللاعبين من اللعيبه القدام اللي ابقيت عليهم اللي انا عارف. انا لسه كنت اسالك ازاي بقى قدرت تعمل توليفه ما بين اللعيبه اللي هي الجديده زي عماد ميهوب واحمد متعب وبين الخبره زي احمد تمساح، التوليفه دي جت ازاي؟ خاصه ان انت دلوقتي كنت بتتكلم ان انت قدرت تختار لعيبه وتجيب صفقات جديده في وقت قليل ومفيش وقت اللي يبقى فيه ما دي تفاهم ما بين اللعيبه، ايه اللي حصل او عملت ايه؟ دي الخبرات بقى يعني الحمد لله الواحد يعني ربنا مديله الملكه او الخبره ان اقدر اعمل انسجام سريعا، بجهز اكتر من لاعب في اكتر من مركز، اللاعب نفسه ممكن يلعب في اكتر من مركز، الشغل في الملعب ومعايا الجهاز اللي محاول ازاي نرتب الامور ونلحق نعمل الانسجام سريعا. طبعا جت فتره توقف بتاعت افريقيا دي جت في صالحنا طبعا. كاس الرابطه اللي اتعمل يمكن برده يعني برده من ضمن الصعوبات اللي قابلتنا ان ما كانش كل اللعيبه دي جت، وكان في مشاكل على اللعيبه اللي هتمشي، يعني برده هتمشي لعيبه اسماء وليهم مستحقات، فكان الوقت قليل جدا. فكنا بنلعب وقتها برضو في كاس الرابط، انا عايز اي لعيبه واللعيبه دي مش عايزه تمشي بالتراضي، فطبعا هتعمل مشكله للنادي. واحنا بنلعب في كاس الرابط وخلاص بعد نهايه كاس الرابط هتخش في الدوري، ففي لعيبه جت متاخره بسبب عدم مشيان هؤلاء اللاعبين، بس صممت ويمكن خدمتنا النتائج الجيده اللي عملناها في كاس الرابط. يعني الاداره والمهندس ناصر شافوا لا في تغيير اللعيبه اللي في شكل الفرقه فبدات الثقه تزداد في علاء عبد العال، لا هو بيختار لاعبين رغم ان كان في اعتراض، ايه اللعيبه اللي بيجيبها دي؟ ايه الاسماء دي؟ احنا مش ما نعرفهمش. فلما بداوا يشوفوا النتائج في كاس الرابطه بنتعادل مع بيراميدز، بنكسب المصري، بتتعادل مع اعتقد المقاصه جت معنا في المجموعه، فلا خلاص شوفوا علاء عبد العال عايز ايه نفذوه. فكان الكلام على 4 أو 5 لاعبين وجبناهم، وهنا بقى كان الشغل اللي هو اللي زي ما تقول عايز تسابق الزمن عشان تعمل الانسجام والاختيار التشكيل. وده برضو اثر علينا برضو في البدايات ان ما كانتش النتائج على الوجه الاكمل، الاداء برضو ما كانش هو، لغايه ما وصلنا للتوليفه او التشكيله اللي هي السحريه وطريقه اللعب اللي احنا اشتغلنا بيها مع وجود لعيبه من القدامى موجودين في الملعب زي تمساح زي مكشة زي صابر زي احمد متعب زي لا محمد رمضان من اللعيبه اللي جت في يناير ولعيب لعيب يعني برده ليه خبره بقى لعيب طبعا زمالك. عشان ترجعه حامد ولعيب بقى له سنتين ما بيشاركش تمام، لا لعيب كوره لعيب انا عارف امكانيات قدر انت تطلع عمل طفره قدرت اطلعه، عنده رؤيه في الملعب بشكل كويس جدا، فكل ده خد جهد كبير جدا لغايه ما وصلنا اللي وصلنا له دلوقتي الحمد لله. تمام. بالنسبه للناس دايما بتتكلم ان كابتن علاء عبد العال دايما بتكون النتائج بتاعته كويسه مع الانديه اللي هي دايما موقفها صعب،
تبقى شايف ده ازاي؟ بالعكس ده دي شهادة تحسب ليا. بالظبط. يعني انت بتتكلم في النادي موقفه صعب ومفيش امكانيات ومفيش لاعبين، لما تقدر تعمل بيه نتائج ده نجاح ليا. تمام. ما بالك لو انا رحت نادي ده لسه راح اساله عليك امتى علاء عبد العال هيكون مع فريق بينافس على دوري؟ مش نفسك تكون مع فريق بينافس على دوري؟ طبعا. بص يا حامد، يعني انا الحمد لله يعني اثق بعد ثقتي في ربنا، اثق في قدراتي التدريبيه، في حسن ادارتي للفريق والمنظومه، لان دي عامل مهم جدا للمدير الفني. هو مش ملعب بس، هو ملعب وخارج الملعب. فان انت تقدر تسيطر بشكل جيد خارج وداخل، وتقدر ان انت تعمل نتائج. بالعكس دايما لما بتشتغل في الاصعب الاسهل بيبقى سهل، لان انت لما معاك سكواد لعيبه او كواليتي لعيبه تنفذك الفكر بتاعك وتقدر تشتغل، دي لا تخليك في حته ثانيه. يعني على سبيل المثال ايستر كومباني اللي بيتكلموا بقى يقول لك علاء عبد العال بيلعب بطريقه دفاعيه، احرزنا كام هدف لغايه دلوقتي؟ بالهدفين بتوع امبارح حوالي 26 او 27 هدف. 27 هدف. في انديه في المركز الرابع والخامس ما احرزتش الاهداف دي. يعني يبقى انا بقدر اوصل وبقدر اهدف، وغير الاهداف اللي ضايع. يعني مباراه امبارح مع السيراميكا، غير الهدفين الهدف اللي احنا جبناه، لا مضيعين اهداف كتيره. زعلت جمله ان كابتن علاء عبد العال مدرب دفاعي؟ لا بالعكس، لا مش هي اتحطت. هو انا لما انا راجل بدافع بشكل كويس لما افقد الكوره يبقى انا مدرب دفاعي؟ كل فرق العالم دلوقتي كله تحت الكوره. دي استراتيجيه. ما انت لو ما دافعتش كويس هيخش فيك اهداف. تمام. حتى لما بنقول مين اكتر مدرب بيهاجم والاستراتيجيه بتاعته هجوميه، جوارديولا لا بيدافع لما بيفقد الكوره. بس الدفاع بقى حسب امكانيات اللعيبه، انت ممكن بتدافع من المنطقه الاماميه، لا من منطقه الوسط، لا من المنطقه الخلفيه، فده شيء طبيعي. انما انا ردي ان لا، احنا بنحرز اهداف بشكل جيد وافضل من فرق قبلنا في الدوري وفرق ليها اسم كبير في الدوري المصري. على سبيل المثال يعني الاسماعيلي، كلام الاسماعيلي يعني الدراويش، الكره المصريه، احنا احرزنا اهداف اكتر منهم على مدار الدوري. فدي يعني خدتنا ان احنا يعني الحمد لله. اتمنى طبعا ان ايستر كومباني يفضل الاول في الدوري، واعتقد الفريق ده لو بقي في الدوري هيبقى فيه استراتيجيه اخرى بالنسبه له. لو علاء عبد العال قدر ان سترين يبقى في الدوري، هتشوف التجربه دي جاز ولا اعجاز ولا اشوفها ايه بالظبط؟ اعجاز بالنسبه لك هتبقى اعجاز. بالنسبه له وبالنسبه للجميع اعتقد ان نبقى كنا بونت واحد في الدور الاول ونقدر نوصل ونبقى في الدور الثاني، يعني اعتقد ده هتبقى شيء صعب تكراره ونادر تكراره. بس يا رب اتمنى انها تكمل، ومش هيحسب ليا انا بس، ليا والجهاز اللي معايا واللاعبين والاداره اللي وثقت في علاء عبد العال وما فكرتش انها تغير في وقت من الاوقات. طيب في الوقت ده لو الايسترن وقف الدوري، هيكون بالنسبه لك كلامك مع الاداره صفقات بقى من نوعيه لعيبه تقيله، ولا هيكون برضو محدوده زي ما شفنا في يناير، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ لا هو بص برضه عشان تبقى عارف، احنا استراتيجيتي مش الكل ما هو غالي مفيد. طبعا بتتمنى ان يبقى معاك سكواد لعيبه عالي، بس انت دايما العالي قوي هتلاقيه في انديه اغنى منك. تمام. هي القدره على استخلاصه، فانت بتبدا تشوف الجزء الليفل 2، ما توصلش يعني مش تقدر توصل ليفل 1، هتوصل ل 2. وده بالنسبه لك هيبقى مرضي، لان هو قبل كده ما كانش بيجيلك ليفل 2. مرضي ليه؟ لان يعني الحمد لله اقدر اشتغل بيه وخليه في حته تانية، ودي ترجع برضه لامكانيات النادي. اتمنى ان انا اكون في نادي مثلا زي بيراميدز، سوري يعني مع احترامي لاي مدير فني يمسك، لعيبه عندها فكر مختلف وقدرات مختلفه، الالتزام والانضباط التكتيكي سهل جدا ان تعمله مع اي فريق ومع اي لعيبه. انما الصعب القدرات اللعيب الفرديه وقدراته الذهنيه اللي تقدر تحط الكوره ازاي. يعني اخر هدف، يعني انت لو انت شايف، لو انت مدير فني البيراميدز في الوقت الحالي كنت ممكن تحقق ايه ما تحققش؟ اكيد كنا هنوصل للمنافسه على الدوري
في مكان افضل من كده كمان. يعني هديك على سبيل المثال الهدف الاخير اللي جابه بيراميدز كان بيلعب، اللي جابه رمضان صبحي البنك الاهلي، اعتقد البنك الاهلي. هل المدير الفني قال عبد الله سعيد انت لما توصل للكره كده هتعملها بالكروس في المساحه الفاضيه ورمضان صبحي يقطع؟ لا، دي قدرات لعيبه وخبرات بتساعد المدير، اي مدير فني بتساعده ان يقدر يعمل شغل. فالانضباط التكتيكي والشكل وقرايه الفرقه الاخرى دي مهمه المدير الفني، انما في قدرات دي بقى بترجع. طب لو في الوقت الحالي قدامك اهلي زمالك بيراميدز، تتمنى ان انت تكون مدير فني لمين؟ لا انت السكواد الحالي مع كل فريق، لا السكواد الحالي انا بقول اعلى سكواد دلوقتي بيراميدز، انما الشهره والخبره والشعبيه اهلي زمالك طبعا. انما عايز تحقق بطوله بالسكواد اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، اي مدير فني يروح بيراميدز في الوقت الحالي، وخاصه النادي الاهلي بيعاني والزمالك بيعاني. الزمالك فيه لعيبه مشيت، عنده كان فتره قيد موقوفه. النادي الاهلي بيعاني عناء شديد من الاصابات، فريق كامل مع في خطا ان البدلاء ما كانوش على المستوى اللي يقدر يكمل المشوار مع النادي الاهلي، ودي من اسباب هبوط نتائج النادي الاهلي. بعد صعود الداخليه الكل بيفضل يتكلم كابتن علاء عبد العال، كابتن علاء عبد العال، دايما انت مرتبط بالداخليه. لو الداخليه طلبك هتوافق انت تروح ولا الدنيا هتمشي ازاي؟ لا هو بص، اولا الداخليه ليه فضل كبير عليا، يعني لازم كاسم نادي عمل علاء عبد العال، وعلاء عبد العال عمل اسم النادي الداخليه واضفت كتير للنادي وطلعنا لعيبه من نادي الداخليه المتفرقه في انديه مصر كلها دلوقتي. طيب. لو عديت لك بالاسماء يعني لا حصر لها، مش اقل من 20 لعيب. انما الداخليه تطلب علاء عبد العال في الوقت الحالي اعتقد كان هيبقى صعب. كان في كلام بيدور هيبقى صعب لسببين، ان انا مع فريق ستار كومباني وفي في مهمه صعبه جدا. نفسك تعمل اجازه زي ما انت أجاز. بتقول وعامل حاجه كبيره يعني، فبالتالي صعب ان انا اسيبه. وفي نفس الوقت الداخليه مش هتنتظر علاء عبد العال لنهايه الدوري عشان يجي لهم، لازم في الوقت الحالي يشوفوا مدير فني يمسكهم، واعتقد جابوا كابتن رضا شحاته. رضا شحاته. فاعتقد يعني الامور كانت ملتقيه مع بعض. الحاجه الثانيه برضو وانا بقولها مع احترام واعتزاز الفريق الداخليه، وقت ما يعني انا فاضي وفي حاجه ليا مش هتاخر عليهم، انما برضو انا عايز اثبت للناس كلها ان علاء عبد العال مش بتاع الداخليه بس. يعني انا في وقت من الاوقات وقت كبير قعدت مع نادي الداخليه وانا ابن من ابناء وزاره الداخليه، وده شرف كبير ليا. انما حاليا انا مدرب محترف، لازم اخد تجارب كتيره هنا وهنا وهنا عشان انتشر، مش مبقاش في محدود بس زي بعض المدربين. تمام. بالنسبه بقى عايزين نرجع ورا شويه في استرين، زياره رونالدينيو، ايه اللي حصل بينك وبينه؟ كنت يعني كنت شايفها ازاي؟ لا اولا هو طبعا كان مرتب لها انه يحضر، كان في مباراه لينا مع النادي الاهلي، ويحضر اليوم اللي قبل مباراه النادي الاهلي وتعمل له احتفاليه، دي يمكن حصلت. وتاني يوم المباراه يحضر مباراه النادي الاهلي مع ايستر كومباني في المقصوره. طبعا جاي لعب النادي الاهلي في النهائي وتم تاجيل المباراه، فطبعا مفيش مباراه. النادي الاهلي طبعا مباراه جماهيريه، فبالتالي هو نجم كبير زي رونالدينو موجود في مباراه زي دي بيدي شكل كويس. انما يحسب لشركه ايستر كومباني والنادي ان يقدروا يجيبوا ويستضيفوا نجم عالمي زي ده. فدعيت للحفله اللي هي اول يوم زياره لي، كانت في منطقه الاهرامات احد الفنادق، وسلمنا عليه وحضر وتم الترحيب بيه، وكان حاجه شيك جدا. تاني يوم موجود في تدريبات تقريبا، كان موجود. فوجئت ان هو او كان على حد علمي قال ان هو هيحضر تدريب الفريق، ودخل طبعا مع الاستاذ هاني امان و هو العضو المنتدب للشركه والاستاذ المهندس نصر ابو حزيز والباقي، ورحبنا بيه. كان وقتها في تدريب للفريق وكنا داخلين على مباراه مهمه. انا الراجل ده اللي جاي عطلنا بقى تمام. رحنا سلمنا، وقفت التدريب، كان لسه في بدايه الاحماء، سلمت عليه. وطبعا كان حصل تعرف قبلها بيوم، وحصل تعرف اخر، وتم التقاط الصور
ولم يحدث اي حديث غير ان بالتوفيق وهكذا يعني. كان طبعا معاه مترجم يعني دخل سلم على اللاعبين. اعتقد كانت لقطه ظريفه. طب هو حضر التدريب وشاف التدريب حضر بعده اتكلم حاجه او قال اي حاجه على التدريب؟ لا لا لا، وحضر كمان الكابتن محمد زيدان برضو ونزل سلم علينا وسلم على اللاعبين وحضر جزء من التدريب في المقصوره فوق، وبعد كده بقى راح كمل الزياره بتاعته. طبعا التقاط بعض الصور التذكاريه معاه كنجم كبير. اعتقد كانت زياره جميله وتحسب لنادي ايستر كومباني، ويعني طبيعي جدا ان يحصل لقاء مع نجم زي ده ويحصل صور تذكاريه. اعتقد ده شيء كويس يعني. كان بالنسبه لك في وقت ما كان بيلعب في برشلونه كان هو افضل لاعب في العالم ولا كان بالنسبه لك ايه؟ لا طبعا من اللاعبين المميزين جدا، لاعب يعني شبه خارق يعني، لاعب مهارات عاليه جدا، ويمكن ولعب في اكبر انديه منتخب البرازيل. يعني على المستوى الشخصي انت كنت بتحسه اللي هو افضل لاعب في العالم؟ لا كان في وقتها اكتر من حد، بس هو من المميزين يعني، هو من المميزين اعتقد. كان كانش بالنسبه لك رقم واحد؟ لا لا ما كانش رقم واحد، في ناس مميزه اكتر. لاني خلي بالك هو في لعيبه جماليه يعني شكلها الجمالي اكتر منه الافاده. فهو برضو من اللعيبه اللي هي كان عندها اللمسه الجماليه اكتر من الافاده. لعيب له اهداف اسطوريه، له لمسات سحريه، من افضل اللاعبين المهاريين اللي جم على مستوى العالم. بعد موضوع الترند كابتن علاء عبد العال وامير عابد، هي دي كوره؟ ما فكرتش ان انت تاخد امير عابد معاك في اي مكان بتروح؟ لا لا دي ما لهاش دعوه، امير عابد كان لاعب عندي في الداخليه ومن ضمن اللعيبه زي ما قلت اللي هي انتقلت لمكانه افضل زي المقاولين. هو موجود دلوقتي في المقاولين بيأدي بشكل كويس، انما بتربطني بيه طبعا صداقه، ومش هو بس، كل اللاعبين اللي اتحركوا من او اشتغلوا تحت ايدي سواء في اي نادي ما زال تربطني بيهم صداقه كويسه. انما لا يعني هو خلاص امير ارتبط بيا في المحادثه دي. طبعا اسمه جه لان كان وقتها ليه مخالفه او حاجه زي كده، فهو امير هو اللي اتشهر مش بالنسبه لنادي ايسترن، هل انت شايف ان في لعيبه في ايسترن ممكن تلعب في اهلي او زمالك؟ زي مين يعني؟ ومين شايفه يعني بوجود فيتوريان مدير الفني الجديد للمنتخب، شايف مين برضو يروح المنتخب خاصة اللي هو جاي دايما رسائله اللي هو بيتابع كل المباريات بيشوف كل حاجة، فانت ده كنت بتتكلم مع اللعيبة في ايه؟ وشايف مين فيهم يكون في اهلي او زمالك او ينضم للمنتخب؟ عشان بس ما حدش يزعل مني من اللاعبين، هو في لعيبة مميزة جدا، انما لما بنتكلم على مستوى الاهلي او الزمالك بيبقى في نوعية معينة. مين من يعني انا شايف ولد اسمه مودي ناصر، ده صغير 2001، ده اللي هو بيلعب في نص الملعب. نص الملعب ده ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير، هو لسه برضه ينقصه بعض الخبرات وبحاول اوجهه اللي هي تخليه لعيب تقيل في نص الملعب. ده يلعب منتخب مصر كمان مش اهلي وزمالك، هو هيلعب منتخب اولمبي، سنه يسمح له منتخب اولمبي، انما هيبقى من افضل اللعيبه في المركز ده خلال الكام سنه اللي جايه. شايف لعيب زي عماد ميهوب يعني برضه مواليد 2001، ده هيبقى مستوى كبير. احمد امين قفا رغم ان هو مش بتاعنا، انما ظهوره وشهرته من خلال ايستر كومباني ومن خلال علاء عبد العال ده يستحق يلعب اهلي وزمالك. يعني دول يمكن الابرز حاليا لانه صغيرين كمان في السن، يعني احمد امين قفا 25 سنه. في لعيبه قادمه يعني لو استمرت زي فراس بن عفيه، ده لعيب كويس. طرابلسي مواليد 97 صغير برضو، محمد علي طرابلسي من تونس. احمد متعب مميز جدا، شايف فيه سيرفكات زي خالد مصطفى، ده هيبقى ليه شأن كويس برضه. يعني دول يعني يمكن الأبرز خلال الفترة دي. كابتن علاء عبد العال أهلاوي، شايف إيه سر النتائج السلبية مع سواريش في الأهلي؟ لا هو يعني إحنا ما نقولش النتائج سلبية مع سواريش، لأن النتائج كانت سلبية من قبل سواريش، وطبعا حصل لغط وعدم انسجام ما بين موسيماني واللاعبين في الفترة الأخيرة والإدارة من ناحية أخرى. فالنادي الأهلي بيدور على مشروع مدرب زي مانويل جوزيه. طب وأنت شايف إن سواريش هو مشروع مدرب؟ لغاية دلوقتي هم المفروض جات لهم أكتر من سي في لمدربين كتير،
واعتقد المفروض ان الاختيار لسواريش انه يكون هو ده. لو حصل ان سواريش مش كده هيبقى خطا من الاختيار، اللي اختاروه يبقى اخطاوا، لان النادي الاهلي مسته ان هو يحب الاستقرار. ومن وجهه نظرك انت شايف ان هو اختيار انسب؟ هو الراجل دلوقتي مظلوم، يعني برضه نتكلم لينا ولا علينا، هو الراجل دلوقتي مظلوم ما معهوش. انت بتتكلم في لعيبه مجهده، لعيبه كل يوم او كل مباراه يتصاب لاعب او اتنين، بيفقد كتير جدا، فانت ما تقدرش تحكم، لان هو اولا مش هو اللي اختار اللاعبين، بالاضافه ان هو جه وفي اغلب اللاعبين مجهده ومرهقه، فاقدين الثقه في نفسهم معنويا، في احباط، اصابات كتيره، فما تقدرش تحكم عليه. انما هنا يبان شطارته البصمه. انت شايف ان هو قدم بصمه او شايف في بصمه في الفريق لغايه دلوقتي؟ لا، يعني لغايه دلوقتي يمكن حتى النتائج، انت برضو بتقول ايه البصمه مع النتائج، لغايه دلوقتي النتائج بتقول ان هو ما حطش بصمه يعني مع فرق. طب نقدر نحكم عليه امتى يعني، بعد كم ماتش؟ لا، ما تحكمش على الموسم ده، لما يكتمل الصفوف، لما اختياراته للاعبين. يعني انت افتكر نور جوزيه لما جه مرحلتين، على مرحلتين، مرحله اولى وبرده ما خدش الدوري، يمكن حقق طفره مانو جوزيه وقتها، ما خدش الدوري، انما بدا يبان شكل الفريق، ومع ذلك مشي، الاهلي استغنى عنه، وكان الكلام ده اعتقد في 2001. بعدين قعد موسم او موسم ونص، وقام رجع تاني 2003. واستمر بقى من 2003 لغايه اعتقد 2010 او 2011، يعني 7 8 سنين. 2010 او 2011، 7 سنين متواصله هو ده المشروع اللي الاهلي بيدور عليه. هل هيجي ضالتهم في سواريش؟ المفروض ان هم شافوا كل السيفيهات ودوروا، والنادي الاهلي اسم كبير، فلازم، فلو لم ينجح يبقى دي هتبقى الامور صعبه بالنسبه لي. شايف سر تالق الزمالك مع فريرا؟ اولا يعني اسكواد لعيبه نادي الزمالك جيد، وبالذات الخطوط يعني متكامله، كخط دفاع، لاين فيرويد، وسط ملعب، يمكن قابلته بس مشكله عدم وجود طارق حامد. طب هو رحيل طارق حامد، لسه اتكلم معاك بقى، رحيل طارق حامد واشرف بن شرقي؟ لا، اشرف بن شرقي لسه راح، مفيش ماتش واحد. تمام. انما كان طول الفتره اللي فاتت كان موجود، ونجم كان موجود، انما عاجبني فيه ان هو بيلعب بواقعيه. يعني هو ما بيقولش انا الزمالك لازم انزل افتح خطوطي وهاجم من الاول ولازم جول، لا، هو بيلعب في حدود قدرات اللعيبه اللي معاه. تمام. وجد ثغره في خط الدفاع، لم يكابر، وبدا يلعب بثلاثه، ويحسب له ان هو طلع بعض الناشئين زي حسام مجيد، ماشي بشكل كويس قوي رغم كانت بداياته سيد عبد الله نيمار قليله، سيد عبد الله نيمار برده من اللعيبه الكويسه، بدا يوجد في دي، ودي جراه فيه، بس دي يعني الظروف سمحت له، يعني الظروف سمحت له ان يعمل كده، مفيش لاعبين، مفيش قيد، فمفيش حد عليه مسؤوليه يعني في الاخر، مفيش حد ولا جماهير ولا مجلس اداره، انما تتحسب، وده اللي حصل، انها اتحسبت. بيدافع كويس، اول مره اشوف الزمالك بيدافع، ودي طبعا ترجع للمدير الفني ان هو في انضباط دفاعي بشكل جيد، عنده من المهاجمين اللي ينقلوا الهجمه من الدفاع للهجوم واحراز اهداف شيء جيد، فاعتقد هو ذكي، مدرب ذكي، ان عارف يستغل قدرات اللاعبين اللي معاه وقدرات الفريق اللي معاه، واللي ساعده كمان ان هو اول الدوري سوء حاله النادي الاهلي. يعني لازم برضه نقول ان النادي الاهلي مش في افضل حالاته، خسر مباريات، اعتقد لو كان كسبها، وتعادل مباريات لو كان كسبها، كان ممكن هو اللي يبقى فوق. كنا بنتكلم في بدايه الحوار ان لو استرن كمل في الدوري هيبقى دي معجزه. شايف ان الزمالك مع كاف قيد، مع الاحداث اللي بتحصل، مع رحيل لعيبه فاضل اكتر من جوله، برضه هيبقى ده، شايف لو الزمالك توج بالدوري يبقى ده اعجاز، ولا شايفه ده شيء طبيعي اللي هو بطل الدوري؟ لا، هو هيبقى انجاز، انجاز كويس في ظل الظروف دي، مش هيبقى اعجاز لسبب ان انا بقول لك ان سوء حاله المنافس الاول للنادي الاهلي، النادي الاهلي، والظروف والاصابات اللي بيتعرض ليها دي ساعدت كتير ان الزمالك ينفرد بالقمه، وانما يحسب للنادي الزمالك انه ما بيفرطش حتى في، يعني لو هو اقل، يعني مثلا مباراته مع غازي المحله، المحله ادت مباراه قويه جدا
وحواد شال كان بطل وده طبيعي. دايما بيقول ان كل لاعب في الملعب له دور ولازم يبقى ليه بصمه كبيره، اولهم حارس المرمى. ما ينفعش حارس المرمى يبقى واقف وكل كره داخله عليه، ما النادي متعاقد معاك ليه؟ عشان تشيله. وده اللي عامله عواد في الفتره الاخيره. ف لا، نادي الزمالك اعتقد هيبقى انجاز لو حصل على بطوله الدوري في ظل الظروف اللي هي كان بيمر بيها، انما ده بمساعدات السوق، حاله المنافس الاول ليه. شايف رحيل ايهاب جلال مدير فني المنتخب مصر السابق بالطريقه دي اللي هو يتم اقالته وهو في الطياره، شايف رحيله ده اهانه لاي مدير فني مصري، ولا شايفها ان خلاص بعد رحيل ايهاب جلال صعب ان يتولى اي مدير فني مصري المنتخب مره اخرى؟ مش شايفها اهانه، لان ده وارد في كره القدم. لما كان المفترض ان كابتن ايهاب يعني يتم تبليغه لو انتوا واخدين القرار، بالذات ان في الوقت ده الراي العام كله كان ضد ايهاب جلال بعد الهزيمه من اثيوبيا. هي بس المشكله كان في فرق 3 أيام أو 4 أيام على رحله كوريا، فانت كنت لازم تبلغه يا مكمل يا مش مكمل. الله، دي اخر مباراه ليك، تحب تروحها ولا تنتظر ويطلع الجهاز المعاون؟ فبالتالي يبقى القرار بتاع مين؟ بتاع ايهاب جلال. انما ما حدث اعتقد كان سوء اداره موقف من اتحاد الكوره، ان الراجل بيسافر بالفريق وغالبا حد قال له انت مكمل وهو في الطياره بيتم اقالته على الهواء من خلال رئيس اتحاد الكوره واحد البرامج. فدي عملت رد فعل بعد ما الناس كانت ضد ايهاب جلال، عملت تعاطف مع ايهاب جلال. انما في النهايه منتخب مصر انا شايف هو الافضل ليه مدير فني اجنبي. يعني شايف ما فيش مدير فني مصري يستحق ان هو في مدير فني المنتخب في الوقت الحالي على الاقل، لغايه اما يتم تقييم المديرين الفنيين المصريين بشكل جيد ويشوفوا مين يستحق ان هو يمسك الاداره الفنيه لمنتخب مصر. انما الوقت الحالي كنت افضل يا كروش يكمل يا تبدا تدور على مدير فني اجنبي على ليفل عالي. لان انت شايف فيتوريا مش على ليفل عالي؟ ما دربش منتخبات قبل كده، هو درب انديه. ممكن يكون السي في بتاعه كويس، ممكن يتناسب مع منتخب مصر، انما برضه مش هنقدر نحكم الا لما نشاهده في اختياراته في ادائه في مباريات اللي هيخوضها، اعتقد هنبدا نقيمه. بالنسبه للكابتن علاء عبد العال دايما بيطلع مواهب كتير وفي الاخر بيكونوا موجودين في اهلي وزمالك وفي انديه كبيره في الدوري المصري. ما بتزعلش ان انت اسمك ما بترشحش دايما في منتخب اولمبي، منتخب شباب، منتخب ناشئين، ولا انت بالنسبه لك الفرصه دي بالنسبه لك لا؟ لا، اولا انا يعني خلاص الحمد لله بالتاريخ بتاعي وخبراتي ما ينفعش ادرب مرحله ناشئين. تمام. يعني هو منتخب اولمبيا منتخب اول. وعلى فكرة تكون رجل اول ولا مدرب عام؟ والله بص، يعني 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 لو مدير فني اجنبي اسم كبير وحاجه كبيره ممكن ابقى مدرب عام، بس مش مع علاء، بس مع اي حد المفروض بتاهل. ما ده برضو من ضمن التاهيل مدير فني مصر منتخب مصر. ايه هو؟ ان انت بتجيب مدرب كبير على مستوى عالي ويبدا تشوف مين اللي في المستقبل يبقى مدرب مصري ممكن يستفيد من هذا الرجل خبرات ودراسه المنتخب ويبدا تاهله ان هو يمسك، زي زين الدين زيدان. هو زين الدين زيدان ما مسكش مره واحده ريال مدريد او ومرشح كمان ان هو يمسك منتخب فرنسا، لا هو بداها تاهيل واعداد ليه من تحت ايد مدربين وبعد كده يبدا يمسك. انما احنا للاسف ما بنفكرش الفكر ده ازاي بتاهل مدربين لاداره المنتخبات. فبالنسبه لي انا كمدير فني منتخب مصر، يعني زي ما قلت على الكابتن ايهاب او ان ما فيش مدربين مدير فني يصلحوا دلوقتي كمدير فني، اقول هذا الكلام عليا. لما لابد من التاهيل والاعداد للمرحله قادمه، ازاي تمسك منتخب مصر بعد ما يبدا تاهيلك. لو عرض عليك في المنتخب الاولمبي مدرب عام توافق ولا لا؟ منتخب اولمبي مدرب عام لا طبعا. لما تيجي تمسك مدير فني منتخبات اي منتخب، اهم حاجه في المنتخبات ايه؟ هو حسن اختيار. انت عندك قاعده عريضه من اللاعبين، تمام، بتقدر تكون منتخب. ف
اهم حاجه حسن اختيار اللاعبين وتوظيفهم، واعتقد دي مش موجوده في كل المدربين. فانا بالنسبه لي لا، الحمد لله على مدار السنوات التدريبي بحسن اختيار، بطلع لعيبه بشكل جيد. فيعني عشان كده بقول دايما اداره منتخب دي اداره سهله جدا ومش صعبه. بالنسبه لصراع الهبوط، شايف ايه الانديه اللي مع استرن في صراع الهبوط؟ يعني ممكن دلوقتي خلاص المقصه بنسبه كبيره، خلاص هو اول هابطين، شايف مين الناديين التانيين اللي اقرب للهبوط؟ هي دلوقتي الحلقه بعد ما كانت ضيقه على مقصه واسترن، وكانوا بيدوروا على الثالث، كان الاسماعيلي طبعا اقربهم، بس الاسماعيلي طبعا باسمه وتاريخه والمسانده الجماهيريه ليه والاعلاميه وكل حاجه اعتقد بيخرج، وقبل المصري والاتحاد، وده حق مشروع الانديه الشعبيه. انا مع ان الانديه الشعبيه تبقى موجوده والجماهير، بس الانديه الشعبيه بجماهيريتها في الملعب، عايزين الجماهير برضو يعني كان فرصه ان الجماهير ترجع تاني بشكل اكبر واعظم. وبعدين احنا خايف قلقانين ليه ان الجمهور يبقى موجود؟ طب ما في عقوبات على الانديه وعقوبات على الجمهور، وفي من الوسائل اللي تقدر تجيب لك مين اللي من الجمهور اللي بيعمل شغب، لو في شغب جماعي يتم خصم النقاط من الفريق، بس عقوبات تطبق، يبقى الجمهور رايح يشجع فرقته وخايف عليها، ما يعملش شغب عشان يتخصم من فرقته 3 نقاط وترجع تحزن، بس عقوبات تطبق تبقى عقوبات شديدة. انما اقول 50,000 جنيه غرامة، 200,000 جنيه غرامة، دي ولا حاجة، والمشجع مش هيفرق معاه، اللي هيوجع المشجع خصم نقاط من الفريق بتاعه. بالنسبه بقى للفرق، فبقول الفرق الجماهيريه هتبقى صعب، لان في مسانده قويه اعلاميه وجماهيريه، وده شيء طبيعي. انما نرجع نقول المقاصه بنسبه كبيره جدا، احترامنا الكبير ليهم، وانما يخش استر كومباني، يخش الجونه، يخش المقاولين، امبي، فاعتقد يعني هيبقى ما بين الاربع انديه دول ينزل يهبط ناديين بالاضافه للمقصه. يعني انت خلاص شايف الانديه الاقرب للهبوط مع المقصه هيبقى من 2 من الـ4، استرن، مقاولين، الجونه، انبي. انا شايف كده، اللي هم هيبقى عليهم حلقه الصراع. سيراميكا رغم الامكانيات الكبيره واللي عندهم واللاعبين، لو لم يفز في المباريات القادمه هيخش. بالنسبه للتفاؤل والتشاؤم، كابتن علاء عبد العال بيتفائل وتشائم قبل المباريات؟ يعني في حاجات معينه بتتفائل بيها خاصه الكل بيشوف الستوب واتش معاك؟ هي المشكله ان الناس فاكرينها نوع من التفاؤل، انا مش ماسك سبحه ولا ماسك ده ستوب واتش، ده بستخدمه في عملي، يعني ده من صميم شغلي. وعلى فكره موضوع الستوب واتش ده من زمان، من 2003 و2004 اول ما بدات، لان انا وقتها كنت بمر اتحاد الشرطه في القسم الثاني والثالث، مفيش استادات ولا في توقيت. وفي الدوري الممتاز حاليا في بعض الملاعب مفيش توقيت، يعني انا بلعب امبارح مع سيراميكا في المقاولين مفيش شاشه، مفيش شاشه توقيت، ده في استاد المقاولين المفروض ده. لا مفيش شاشه معطله، غزل المحله ما بروح نلعب هناك مفيش شاشه وتايم، فانا وده طبيعي خلاص، انا بقت متلازمه معايا ان دي تبقى موجوده، ان انا بظبط من خلالها، بدل ما افضل ابص في الساعه لا انا بظبط التايم بتاعي، وبظبط كمان الوقت الضايع اللي بيحسبه الحكم، فخلاص هي بقت عاده بالنسبه لي، انما مش موضوع تفاؤل او تشاؤم. بالعكس انا بتضايق لما الاقي مثلا حصل لخبطه، يعني دوست غلط مع نرفزه كده بتاع. يعني لو انا دوست لك كده انت اتضايقت الحوار. يعني دلوقتي انا لا لا انا سعيد انها معاك، خليها معاك مش عارف. خلاص كده ناخدها، يعني خلاص الحظ هيروح. هديه مني ليك يا حبيبي، هجيب واحده جديده برضه. هي دي معاك يا كابتن من 2003؟ لا لا بتتغير طبعا. لا بتتغير. لا بتتغير. تمام. كنا مبسوطين جدا يا كابتن ان انت نورتنا وشرفتنا النهارده في البول، واتمنى ان الحوار يكون عجبك. لا حبيبي يا حامد، حوار جميل، وبشكر فريق العمل على الجهد اللي عاملينه ده، وان شاء الله يا رب الحوار يعني يسعد الجميع ان شاء الله. شكرا لكم.